FM. الكلمة ليك. شوف، أولا فما جو سقوط، فما زوز مترشحين وهذا شرف لنا احنا اللي عندنا زوز مترشحين للمنصب رئيس الحزب. يظهر لي معنا لسا ميديا حزب آخر ما تلقاش. دونك احنا نشرفوا اللي عندنا زوز ومتنوم راجي يكونوا من ثلاثة ولا أربعة. وكل واحد عمل حملة انتخابية متاعه كما حب. سي فوزي بن عبد الرحمن تحكي عليه عمل حملة انتخابية متاعه في نطاق الحزب على خروج من الحكم. هذا واقع. دونك معنا اليوم تبدلت المشايمة كما يقولوا ويحب يقعد في الحكم، هذا هو حر ويقعد ديما خوما خويا الكبير وما فما حتى اشكال. بقى باش تقول لي شقوق وعباد متاركه، لا ما عندنا حتى شق، عندنا زوج مترشحين. واضح الخلاف اليوم، واضح الخلاف. الخلاف على شنو؟ انت قلت ما فماش خلاف من الاول، قال باش نخرجوا من الحكومه. شوف شوف تبدل الخلاف، شنو اللي بدل رايه اليوم؟ فما شنو اللي بدل رايه؟ اساله هو. انت انت في الخيمه، داخل الخيمه يا اخي، انا معاكم في المجلس. انا ما نسالش، انا ما نجاوبش. انا نحكي على المجلس الداخلي، انا ما نجاوبش باسم العباد. باسم زميلك. يمكن هو بدل رايه. افريقي مان. اكس افريقي اولا. ثانيا ينجم يكون هو كي معناتها مارس الحكم كوزير تبدل درايو. يعني انا ما نجاوبش باسم العباد، انا نجاوبك على حاجه برك نفهم اللي عندنا شكون ما وافقش من الداخل على قرار الاغلبيه نتاع الحزب. هذا واضح. الكلمه ليك.